مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفعل عليه الصحفات تنك أسأس المسلطاتن كعدم محتساتن حيزا بذكار يسكبر عب النتر على الوضع التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سكدن عني عبتا قوت ملاخي وخبنا مسري فتحي ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ኮንኩም ምስ መስትያት ቤትና ዘለኹም ክብራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ቀዳም 15 ነሓሰ 2020 ናባኹም ክነብፅሖ ቀሪብናዮ ዘለና መደብ እንሆ ተዳሊሎ ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል መስትያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ دحري قتلت دمصاوي حاجالو هنديسا ايتوبيا نسمونات اب عغرغريا صنيحا ابتا هاجر اب وحد معلتا طرح لعلي شوعات تشح سبات استاسرو خنون كلو حيالو مرحت تقامت ودبات غازيتنياتاتن فلطات سباتنون اب تحت قيدي اتيوميم قال معكنا زينا دما بمنغستي كاب سراح دويلن كعصوا استغبرالوا بزي كازي اب زحيزنا زلنا سمون زجمره كلل ناي مخان حتو تولتي ولايتا بزحات تولتي دكت بهير بوتهادرات قتلو كم زقنيو درو سمعكم اللهم مرح ايتوبيا دكتور ابي احمد ناب سلطان دحر ممصو نهاغرو كاب چاف نچاف كم حدرا بقعت حصيرو بفلاي اب كلل تگراين اورمون تسمعنتو ناب تحتي زيرو وريدلو ابزلول وان اب ايتوبيا دارغا معريو حيلي زلون كللاوي منغستات يفطرالوا نابنا لومي كان دزعبانا كن ملسكن دكتور ابي احمد علي اتي ناب سلطان مز مسبله لعلو خلو قدامنت كوهابو الله ويلو زحسبو ناي منافشا بروجكت مالت بروجكت حدنت بارك بطبق اي 30 كم زلون مغلاص حاده دوكيومنتري فيلم صريحو نهزبي اقرب الله حدنت بارك نخسرح زمولت هاجر امارات عرب كتكونن كلا ناي بليونات بر وصايتاتيا افسيسا يخون انبار إذا هاجر عبتز قربة فيلم نمسقاناون بوتا ايتوهبان قد حاكي إمارات عرب نزغ تحقزن كلا كتمسقاني لازي كونت زاقد دسا كالي بولوتيكا وربحا سلزولي اتي بدوكتر ابي النات آلي بزعباتي حدش بارك زقربة فيديو بحاكي نخطريو دس زبلي عديس أبابا كابتي برسحاتن استحواوسا كتع كتمازي بلو أسرا رحاء التفلت اللو سما نابوتها تصريتن دحان درجة زلوو مسمر زحازت كتماكت كون زحقز سلزخونة او تقاومو يبلنان تقاومونا ابتو بارك اب حادة بيت مذكر تقاميت زلو حادة كارتاي ايرترا كم هاجر كاب اوان فدريشن مالت ابكيزي هايلة سلاسي بحايلي مس ايتوبيا تحويسا اكال ايتوبيا زنبرد هاجريا الكا اب بيت مذكر نحلوف تاريخ مقمات فتصوم تقام زي مس اقداسي نجاري كوينو جن نحنتي لولاو النتا بعالم مستراقاقات الله هاجر تمالي مسايني رأيه الكاب محساب ترح انه اللي زحالفو ابوتاتنا عب ايتوبيا زلو انسساتات من عبي كم زركب بسئلي جيرم سني دوميوم نقابلنت عبك ايح بحر زلو حبت انسسا ايتوبيا عسا ايو كتبل دارقا حجوون اتزقل زلو بحري نا ايتوبيا حبت مخانو بزاسمعك عنا ايو مقلت ايتا جيرلو زلو دكتور ابي احمد قدم حجون ايتوبيا اكت فرسنيا دحر حجي كاب ايتوبيا اتفله زخونت زوبا ايتوبيا يلان ايكونن بحجي كتبتا تنسي اتنا قديمن زخداخمان كملساين ايلو نيري ابز قربا معلتاتون ابايتا هاجرو ترخيبو قالسي حزب ايرترا مالت ثورا ايرترا ترغم زينبرو كسارا اينيرو كمزبله كلو زسمعو حقي لومي ابتسرحو حدش دوكيومنتاري فيلمون ايتوبيا كتفرس زيكونت كاب زلاتو الناس فحيت نخد كايد كسرح مخانو حبير الله ازي نابي سلطان زمت اخو عدي قول عنك اللخو بحلمي سلسته قلت الله ايو زبالة الزرارة بزخونه كدام المنستر لو مغنى نتناي كربا تسعر موحد تو زخونه اقديمو ناي كل الارمو عم حداري تاني حقاء ناي مكل خال زلع على حلافز نبري عطو لما مقرسا
ካብ መዝነቱ ድሕሪ ምስጓጉን ናብ ዝኾነ ቦታ ከይንቀሳቐስ ድሕሪ ምእጋዱን ከይሓፈረ ብዛዕባ ምድማር ክምድር ተሰሚዑ ኣሎ። ዶክተር ኣብይ ዝመርሖ ብልፅግና ፓርቲ ቀዳማይ ስርሑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ሓድነት ፓርክ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ግን ብሓቂ ነዚ ኣዝያ ድኻ ዝኾነትን ብገጀፍቲ ፖለቲካዊ ፀገማት እትሕመስ ዘላ ሃገር ቀዳምነታ ድዩ ዝብል ፍርዲ ንዓኹም ንገድፎ። ብልፅግና ፓርቲ ግን ምድካም ቁጠባ ኤርትራን ምብትታን ኤርትራውያንን ናብ ስደት ንረብሕኡ ንምውዓል ብሓጎስ ዝቕበሎ ምዃኑ ርድኡ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። እንተዘይከውን ከዓ ንስርዓት ግደፍ ከም ናይ ሰላም ሃዋርያ ኣይምገለፆን። ካልእ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣዲስ ኣበባ በዚ ሒዝናዮ ዘለና ፕሮጀክት ምዕርግቲ ከተማ ከም እትኸውን ኣቶ ኢሳያስ እውን ክምስክሩ ይኽእል እዮም ኢሉ ነይሩ። እሞ ኸደኣ ኣቶ ኢሳያስ እታ ኣቐዲማ ብሳላ መግዛእቲ ጣልያን ፅቡቓት ህንፃታት ዝተሃንፁላ ንርስሓት መእለይ ዝኾኑ ብትሕቲ ምድሪ ዝኸዱ ትቦታት ዝተገጥሙላ ከተማታታ ንሓድሕደን ብመንገዲ ባቡርን ብተለፈሪካን ዘራኸባ ዝነበራ ኤርትራ ደኣ መዓስያ ዘመናዊት ኮይና ፅብቕቲ ንክትከውን ፕሮጀክት ዝሕንፀፀላ? ዶስ ኤርትራ ህንፃታታ ክሕደሱ ህዝባ ንኣሽቱን ዓበይትን ትካላት ከፊቶም ክሰርሑ ዓዲ ኢንዱስትሪን በፃሕቲ ሃገርን ክትከውን ኣይድለኒ? ኤርትራ ምስ ዝኩሉ ፀጋታታ ህዝባ በቲና ብድኽነት ድሕሪ ኩሉ ተሪፋ ቋሕመም መባላኸ መን እዩ ዝረብሕ? ኤርትራ ሎሚ ተረሚሳ እያ እሞ መራሕኣ እውን ተስፋ ቆሪፁ እዩ እሞ ንህዝባ ቀስ እናበልና ኣካልና ምዃና ክነለማምዶ ኣለና ዝብሉ ሰይጣናዊ ሓሳብ ዘለዎም እናሰሰኑ ከዓ ንምንታይ ብሸለልትነት ክሕለፍ ተደልዩ? ሎሚ ነዚ መደብ ንሰርሓሉ ዘለና ቀንዲ ምክንያት እቲ ጉዳይ ካርታ ብደረጃ መራሒ ሃገር ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ ክሳዶም ከም ማዕተብ ዝኣስርዎ ካርታ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ገዛውቶም ይኹን ኣብ ቤት መግብታቶም ዝልጥፍዎ ካርታ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝሓወሰ ብባንዴራ ኢትዮጵያ ዝተለበጠ ካብ ዝኸውን 30 ዓመታት ኣሕሊፉ እዩ። ክሳብ ሎሚ ግን ሓቂ ክቕበሉ ኣብ ክውንነት ዓለም ክነብሩ ከቢድዎም ኣሎ ኢሉ እዩ ህዝቢ ሸለል ክብል ፀኒሑ። ብዝኾነ ግን ሎሚ ኣብ ክንዲ ብዕቤት ቁጠባና ብኩነታት ፍርያምነትናን ተኽእሎታትናን ኣብ ክንዲ ንዛረብ ንድሕሪት ተመሊስና ናብቲ ብቕልፅምና ዝረኸብናዮ ጉዳይ ልኡላውነትና ክንዛረብ ዘጉሂ እዩ። ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ሕጂ ሓደ ህዝቢኦም ተባሂልና ኣይፋል ዘይበልና ፅባሕ ብሰላሕታ ኣብ መፈንጥራ ከይንኣቱ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብውሽጡ ሒዝዎ ዘሎ ስክፍታን ፍርሕን እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገሹን ኤርትራውያን ናብ ሓድነት ፓርክ ከይዶም ኣብ ቤተ መዘክር ኣትዮም ሃብቲ እንስሳ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዓሳ እዩ ዝብል ካርታ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ ተሓዊሱ ምስዝፀንሖም እንታይ ክስምዖም? በዚ ኮይኑ በቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ ሕማቅ ጨና፣ ካብ ርስሓት፣ ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ቅርፂ ከተማ ወፂኦም ብዝስርሑ ህንፃታት ተጋላጊላ ናብ ፅሬትን ጎደና ፅቡቕ መስመርን እንተተሰጋጊራ ደስ ይብለና። እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ፅሬትን ምልማዕን ፕሮጀክት ኣብ ዙርያ ቤተ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ክሰፍሕ ከዓ ትምኒትና እዩ። ብፅቡቕ ነገር ዝኾነ ተቃውሞ የብልናን። ዘይናትካ ምምናይን ምብሃግን ግን ነውሪ ጥራሕ ዘይኮነ ናብ ዘየድሊ ፅልእን ኩናትን ክእቱ ስለ ዝኽእል መራሒ ሃገር ኣብ ዝዛረቦምን ከም መርትዖ ሒዝዎም ኣብ ዝመፅእን ነገራት ክጥንቀቕ ኣለዎ። ህዝቢ ኤርትራ ካልኡ ይኣኽሎ። እዚ ህዝቢ ኣብ ሃገሩ ብዘሎ ምልካዊ ምሕደራ ተሳቂዩ ኣብ ዓዱ ክነብር ዕድል ተነጊፍዎ ደኣሉ ንግዚኡ መፅለሊ ከናዲ ናብ ስደት ወፊሩ ዘሎ እምበር ዓዱ ፀሊኢ ይኮነን። ኤርትራ ድሕሪ ውድቀት ምልኪ ዕድል ጌርና ሓደ ንሃገሩን ንህዝቡን ዝሓሊ ህዝባዊ መንግስቲ ተተኺሉ ብልፅግና ኤርትራ ናይ ውሑድ ዓመታት ግዜ ጥራሕ እዩ ዝኸውን። ስቓይ ኤርትራውያን ብርግፅ ነዊሑ ኣሎ፣ ግን ከዓ ክወግሕ ምዃኑ ሓደ መዓልቲ እውን ትኹን ተጠራጢርና ኣይንፈልጥን ኢና። ኤርትራ ልኡላውነታ ዘረጋገፀት ነፃ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነት ሓበን ህዝባ ኮይና ፅላል ካልኦት ክትከውን እውን ዓብዪ ተፈጥሮኣውን ሰብኣውን ፀጋታት ኣለዋ። ኤርትራ ሰብ እንተረኺባ ምልእቲ ሃገር እያ። ታሪክ መግዛእቲ ከዓ ኣብቂዑ እዩ። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ
ኣይሰግድን ኣነ ኣብጣዖት መላኺ ኣጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ